السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اينما كنتم في هذا العالم. سعيده جدا بلقياكم. اليوم غنتحدث على الفرق ما بين لامبارفي و لو باسي سامبل، متى يجب استعمال لامبارفي ومتى يجب استعمال لو باسي سامبل. غادي نكونوا في سلسله فيديوهات اخرى وتبعوها معي لانها غتكون جد جد مفيده، لان من خلالها غنتعلموا متى يجب استعمال هذا الزمن ولا متى يجب استعمال زمن اخر. اكثر من ذلك ستكتشفون ان ما كايناش في اللغه الفرنسيه واحد الزمن عنده افضليه على زمن اخر، كنستعملوا هذا احسن من هذا ولا هذا هو اللي كيتستعمل اكثر. كل زمن عنده لي فالور ديالو، كل زمن عنده استعمالاته الخاصه، ما يمكنش نفضلوا واحد على واحد. بون بغيف، انا غنبدا بلامبارفي بلو باسي سامبل، لان مع نهايه السنه كاين عدد كبير من التلاميذ والطلبه اللي كيقراو لو ريسي لو تيكست ناراتيف، يعني القصه او النص الروائي، واللي فيه كيكونوا مطالبين انهم يكتبوا بلامبارفي وبلو باسي سامبل. اليوم غادي نشرحوا ببساطه، وكونوا متاكدين في اخر هذا الفيديو غتقول والله الا دابا كنعرف نستعمل لامبارفي وكنعرف نستعمل لو باسي سامبل. الوغ بعجاله، لامبارفي لو باسي سامبل سو سون دو طون ان فيت دو لانديكاتيف كي ils appartiennent à l'indicatif qui nifle le mot d'indicatif. D'accord? Donc, maintenant, indicatif. Indicatif. Vas-y, nardou menou liouma. Zamene nifakat. Maintenant, imparfait. Imparfait. Ou maintenant, passé simple. هاد الزمانين مختلفين ولكن بيناتهم واحد نقطتين مشتركتين. غنتحدث اليوم بالعربيه باش يفهموني الناس مزيان، لان هذا هو الهدف، ماشي الهدف انني نستعرض الفرنسيه ديالي، ولكن اريد ان كل شيء يفهم اليوم ببساطه. الوغ امبارفي باسي سامبل، هادو زمانين يدلان على ان واحد الحدث وقع في الماضي. الوغ القاسم المشترك اللي كاين بيناتهم سو سون دو طون دو باسي، احداث وقعات في الماضي. سي بون. قاسم اخر مشترك انهم زمانين، اي سون تو لي دو سامبل. ما كنقول سامبل يعني لو فيرب اي كومبوزي دان سول، ماشي بحال مثلا لو باسي كومبوزي كي ان طون كومبوزي واللي فيه دو مو لوكسيليير اي لو بارتيسيب باسي. الوغ لو باسي سامبل ولا امبارفي فيهم كلمه وحده هي الفعل. الطريقه ديال التصريف ديالهم ما غنتحدثش عليها اليوم، ولكن كاينه عندي سابقا تحدثت عليها بشكل واضح في السلسله ديال اجي تفهم لا كونجوغيزون اللي كانت شامله تبارك الله، واللي ممكن تلقاو الرابط هنا ديال الفيديو ها الفيديو جوج الفيديوهات اللي كيتحدثوا على كيفاش نصرفوا في لامبارفي وكيفاش نصرفوا في لو باسي سامبل. اليوم السؤال اللي خصني نجاوب عليه هو متى يجب ان استعمل لامبارفي ومتى يجب ان استعمل لو باسي سامبل، خصوصا ملي كيكون عندي واحد لو تيكست ناراتيف ا اكريغ وخصني نكتب وما عرفتش امتى غنستعمل لامبارفي ومتى خصني نستعمل الزمن الاخر. الو هذا هو الهدف تاع الدرس ديالنا اليوم ولا اللقاء ديالنا، واللي غادي نجاوب عليه اليوم باذن الله بواحد الطريقه بسيطه جدا. الوغ دونك غنتحدثوا بعدا على لي فالور، الاستعمالات ديال هاد الزمانين المختلفين. دونك امبارفي باسي سامبل. الوغ غادي نبدا باول فالور ديال امبارفي، هي لا فالور ديال لابيتود ولا لي اكسيون كي سو ريبيت لا ريبيتيسيون. الوغ الاحداث اللي كتعاود في الماضي كتعاود بانتظام كنستعملوا لامبارفي. الاحداث اللي كتوقع مره واحده ما كتعاودش كنستعملوا لو باسي سامبل. الوغ نتابعوا معايا، غنعطيكم واحد المثال. غنقول لك شاك ماتان، شاك ماتان il prenait le bus de 7 heures. كل صباح كياخذ هذاك الحافله ديال 7 صباحا. الوغ شاك ماتان غنحاول نعطيكم امثله بسيطه جدا. دونك شاك ماتان il prenait le verbe prendre non l'imparfait le bus de 7 heures. كيف فهم ان هذا السيد هذا كي ياخذ دائما الحافله ديال السابعه صباحا؟
انا بغيت نقول لك ان هاد السيد كياخد الحافله مره واحده، مره واحده في الماضي خداها مره واحده. غادي نقول لك سوماتون هذاك النهار، هذاك الصباح سوماتون il prit او استعملت هنا الverb prendre au passé simple. Il prit le bus de 7h. نقدر نقول اكثر احسن ce matin là، يعني هذاك الصباح. Il prit le bus de 7h. هنا كنفهم هذا افهم انه مره واحده اللي خدا فيها الحافله تاع السابعه صباحا، والامر لا يتكرر. دونك هذا اول فالور، اول استعمال، اول فرق كاين ما بين لامبارفي ولو باسي سام. الفرق الثاني اللي هو جد مهم هو انه لامبارفي كنستعملوه بالنسبه لي زاكسيون دون لا دوري اي تان ديتيرمين. يعني لما كيكون عندك واحد الحدث وقع في الماضي ما عرفتيش امتى بدا وامتى سالا، كتستعمل لامبارفي. الا كان عندك حدث في الماضي كتعرفو امتى بدا وكتعرفو امتى سالا، كتستعمل لو باسي سامبل. الوغ غادي نقول لك il marchait depuis plusieurs heures، يعني كان كيتمشى هادي مدة ساعات. العكس ديالها غنقول لك il marcha pendant 2 heures. الوغ انتبه معي، راه كانوا قراونا قالوا لينا لو باسي سامبل سي بور لي زاكسيون بريف كورت، و لامبارفي سي بور لي زاكسيون لون. كاين اللي كيقولوها، كاين اساتذه كيقولوها، وهذا خطا. راه ممكن يكون تكون لا دوغي طويله ونستعملوا لو باسي سامبل، ولكن هي واحد المده زمنيه مضبوطه محدده، كنعرفوا البدايه ديالها وكنعرفوا النهايه ديالها، كنستعملوا لو باسي سامبل. الوغ غادي نقول لك il marchait، il marchait depuis منذ عدة ساعات، depuis plusieurs heures. وهنا ما كنعرفوش متى بدأ ومتى انتهى من المشي. par contre في لو باسي سامبل غنقول لك il marcha pendant، وهنا المدة الزمنية محددة pendant pendant 2 heures par exemple. D'accord. Donc هذا فرق ثاني ما بين l'imparfait et le passé simple. Il est un imparfait pour les actions qui expriment une habitude، هذا c'est pour les actions ponctuelles qui ne se répètent pas. Il est un imparfait pour la durée indéterminée، alors le passé simple c'est pour les durées déterminées. Alors défaut واحد استعمال اخر لامبارفي هو الوصف. وهنا فكنكون عندنا مثلا واحد القصه كنكتبوها ولا واحد النص روائي، فكنحتاجوا الوصف. الوصف كامل كنستعملوا فيه لامبارفي. غنقول لك مثلا لا مير ايتانسولي ايتترا، ولا لا في بورتي جو سي كوا اون روب بلانش ايتترا. داكور. دونك لا ديسكريبسيون كنستعملوا فيها l'imparfait. C'est bon. حاجه اخرى عاوتاني، عندنا لي زاكسيون اللي كيكونوا في نفس الوقت، بداو في نفس الوقت وما انتهاوش، يعني ما كنعرفوهمش امتى بداو وما كنعرفوهمش امتى انتهاو، ولكن كيوقعوا في نفس في نفس الوقت. الوغ هادو غنستعملو كذلك معاهم لامبارفي اللي كنسموها لا سيمولتانيتي. الوغ عندي مثلا، انا كنتحدث كنقول لك مثلا سلمى faisait ses devoirs par exemple alors que son frère par exemple regardait la télé. Alors هاد الحدثين ما كنعرفوهمش امتى بداو ما عارفينوش امتى انتهاو، اكثر من ذلك كيوقعوا في نفس الوقت، regarder la télé. دونك هادي كذلك عندها علاقه، هادي استعمال من استعمالات لامبارفي. الوغ لو باسي سامبل العكس ديال لي زاكسيون سيمولتاني، كنستعملو بور لي زاكسيون سوكسيسيف. الوغ ما كتكون عندي حدث من ورا حدث من ورا حدث، يعني كينتهي الحدث الاول عاد كنمروا الحدث الثاني، يعني راه في نفس الوقت كاين واحد المده زمنيه محدده، راه يعني كيكون الحدث انتهى اشوفي عاد كندوزو الحدث الثاني. لامبارفي ما عمر الحدث ما كنعرفو النهايه ديالو امتى كانت.
Alors, je vais vous dire maintenant, je pris mon vélo. Mon vélo, alors je montais à vélo. Alors, je pris mon vélo, suivi le verbe suivre, le sentier. D'accord? Et entrer. On a maoudna le sujet parce que c'est une énumération. Alors, et entrer dans les bois. Dans les bois, yani la forêt. Dans la forêt, alors, la tomaï, cette jumla fiha, les actions, fait l'awel, fait le tani, fait le talet. استعملت فيهم بثلاثة لو باسي سامبل باسكو سو سون دي زاكسيون سوكسيسيف وحدة من ورا وحدة العكس النقيض ديال لامبارفي غتلاحظوا ان دائما لو باسي سامبل هو النقيض ديال لامبارفي كاين واحد نقطة أخرى مهمة هي كيكون بعض المرات عندي جملة فيها جوج الأحداث ولكن ما كيكونوش هادوك الأحداث سيمولتاني بحال هاد بحال بالنسبة لهنا هنا الى جينا نقولوا لاكسيون دو فير سي دوفوار هي لاكسيون ا هي هادي و لاكسيون دو ريغاردي لا تيلي هي اكسيون بي هادو لي دو اكسيون سون سيمولتاني هنا كنستعمل متوازيين سون باراليل الى تحدثنا شويه بلو لونغاج ماتيماتيك هنا غنستعملوا لامبارفي الوغ انتبهوا معي بعض الاحيان اشنو كيكون عندي كتكون عندي لاكسيون ا بدات وما عرفتهاش متى بدات ومتى غتنتهي وكتجي واحد لاكسيون اللي هي بي كتانتيرومب كتقطعها داكور كتقطعها ماشي كتمشي معاها كتقطعها ولكن ما كتحبسهاش غتقول لي حنا اوني دون لا سوكسيسيون نو اوني با دون لا سوكسيسيون كتقطعها ولكن ما كتحبسهاش باقا خدامه داكور والبي راه حبس قطعتها فوالا قطعتها دونك غنعطيكم مثال غنقول لك مثلا تلامد كانوا في الاولى انت مثلا كنتي كتنتظر لو بوس حتى واحد الوقيته جات سلمى كتجري داكور هذيك لاكسيون ديال جرات سلمى جايه كتجري قطعات الحدث ديال بروندغ لو بوس ولكن غنسولك واحد السؤال واش ما بقيتيش تسنيتي الحافله غتقولي لا بقيت كنتسنى الحافله ولكن هذاك الحدث ديال سلمى اثار انتباهي الوغ شنو هو الزمان اللي شنو هو الحدث اللي غنستعملوا فيه لامبارفي شنو هو الحدث اللي غنستعملوا فيه لو باسي سامبل الوغ الحدث اللي معرف الغير مهم الذي لا يثير انتباه اللي هو الحدث ديال انتظار اتوندغ لو بوس غنستعملوا فيه لامبارفي لان لامبارفي كنستعملوه الاحداث الغير المهمه لي زيفينمون داريير بلان كيسموها باللغه الفرنسيه ولا لي زيفينمون سيكوندير ثانويه باغ كونطخ الاحداث المهمه التي تثير الانتباه واللي غنشوفوا دابا في ان تيكست ناراتيف اللي كتخلي ان القصه كتزيد القدام هي اللي كنستعملوا فيها لو باسي سامبل الوغ لاحظ معي هذا المثال البسيط اللي هو جاتوندي لو بوس Non, c'est l'imparfait. J'attendais le bus. C'est imparfait. D'accord? Soudain, Selma arriva en courant. Par exemple. Vous voyez déjà. D'accord? Ou alors, j'attendais le bus quand Selma arriva en courant. يعني انني كنت كنتظر الحافله واحد الوقيته كتبان لي سلمى كتجري جايه كتجري وهذا حدث مهم اللي كيقطع لي الحدث الاول ولكن ما كيحبسوش انني بقيت كنساين في الحافله والحدث الذي يثير انتباهكم هو الا سولتكم شنو هو الحدث الذي اثار انتباهك غتقول لي هو هذا سلمى اريفا اون كورون وغتبدا تسائل علاش جايه كتجري اشنو بغات الى اخره اما هذا الحدث ديال اتوندغ لو بوس ما بقاش كيهمك صافي نسيتيه كيهمك الان سلمى واش جايه دير فهمتوا دابا الفرق بين لامبارفي اي لو باسي سامبل دابا غنجيو معكم فواحد النص وغتعرفوا الطريقه لاستوس اللي كنقولها للكلام دي كنقول لهم شوف ما يكون عندكم واحد النص
وخصك تشوف واش غادي تكتب بلان بارفي ولا تكتب لو باسي سامبل. قاعده ذهبيه، الاحداث المهمه اللي كتغير مجرى تاع القصه ولا كتزيد بالقصه القدام، يعني احداث اللي غادي تحول لينا القصه وتغيرها لينا، كنستعملوا لو باسي سامبل. الاحداث الثانويه الغير مهمه اللي كتشوفها انها واخا تكتبها ما غتغير ليا حتى حاجه في القصه، ما غنزيدوش القدام بالقصه، ما كتحش راسك ان الاحداث كتزيد القدام، هذه كنستعملوا فيها لامبارفي. ممكن كذلك اننا نستغناو عليها، ولكن كنعرفوا مزيان اننا ما كانو كنحكيو واحد القصه ضروري خصنا نوصفوا بعض الحيتيات واحد باش كنفهموا اكثر ما الذي يحدث في القصه، وباش نغنيوها اكثر ضروري حنا محتاجين الى الوصف تاع مجموعه تاع الاشياء. لهذا لامبارفي حتى هو مهم، مهم جدا، ولكن هو ما كيزيدش بالقصه القدام، كيخليك يمكن كيخليك واقف حتى كيجي لو باسي سامب وكيدفع ليك. الاحداث كتبقى وحده من وحده اخرى، احداث اهم ومهمه، ولي اللي كيف ما قلت عاوتاني نعاود نكرر، كتزيد بالقصه الى الامام. فوالا، دونك نعطيكم واحد المثال تفهموا به جيدا هذا المعنى. هذا الوغ باش نفهموا استعمال ديال لامبارفي لو باسي سامبل دون ان ريسي، c'est-à-dire dans un texte narratif. نص روائي. وما عمركم تخطئوا ولا تبعتوا هاد الطريقه ولا فهمتوها. وهذا النص هذا في افعال اونتر بارونتيز غنشوفوا امتى غنستعملوا لامبارفي ولا لو باسي سامبل. alors vous avez lorsqu'il le verbe pénétrer dans le parc. la surprise le verbe clouer sur place. tout le verbe être désert abandonné. les mauvaises herbes pousser le verbe pousser partout. Il, le verbe s'avancer, pardon, s'avancer, non, à l'infinitif. Dans une allée, qui, le verbe rester, encore visible, et le verbe finir par découvrir le manoir. On a une dimension de l'ahdat. Je vous mets, l'ahdat, les radis, bina, fulkessan, il y fait le passé simple. L'ahdat, les maradin, staff, domina, tajji, haja, fakat, ida, fat, ma'loumat, hadir, instamlo, fait hal, imparfait. C'est bon? Alors, lorsqu'il, le verbe pénétrer, بالنسبة لكم هذا الحدث مهم، غادي يزيد بالقدام، غيغير الأحداث في 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 القصة ولا لا، ولا ما غيضيف لها حتى شي حاجة، غنبقاو فيما حنا. alors non، هذا c'est une action importante، c'est une action qui fait avancer les événements ou alors qui fait avancer l'histoire، كتزيد بالقصة إلى الأمام. alors nous allons employer le passé simple et je vais vous dire lorsqu'il pénétra dans le parc. Le passé simple. Alors, lorsqu'il pénétra dans le parc, la surprise le cloua. C'est le passé simple. L'imam, le cloua. Ou hadet, كيزيد بالقدام كيزيد بالقصه الى الامام، لان كاين واحد الحاجه مهمه اللي اثارت انتباه هاد لو بيرسوناج، هاد الشخصيه، واللي حتى انت خصك تنتبه ليها. داكوغ، دونك هنا استعملنا لو باسي سامبل لو كلو، يعني تسمر، كنقولوا حنا تسمر في بلاصتو، هي هادي لا سوربريز لو كلوا سور بلاص. الوغ هنا تو لو فيرب اتر ديزير، هنا اشنو كندير؟ كنوصف هاد الوصف هذا ديال لا بلاس ايتي ولا لو بارك ايتي ديزير ايتي ابوندوني، متخلى عن، مهمل الى اخره. واش غتغير ليا شي حاجه في القصه؟ واش غتزيد بالقصه الى الامام؟ لا، هنا فقط كنوصفو، كنغنيو القصه ديالنا بالوصف، وهنا غنستعمل لامبارف. راه ممكن نستغنى على هذه كامله، نستعمل هذاك الشيء كامل، نستغنى عليه ديزير ابوندوني، نحيدهم. الوغ غادي نستعمل هنا لامبارفي اي داكوغ. لي موفيز زيرب لا ميم شوز، شنو كندير؟ واش لو فات كو لي موفيز زيرب بوس بارتو دون لو بارك في افونسي ليستوار؟ لا، نقدر نستغنى عليها، نقدر نقول لك لوغسكي بينيترا دون لو بارك la surprise le cloua sur place. d'accord on nous dit directement là il واش نو دار من بعد اشنو دار اما اشنو داك الوصف ما كيهمناش الوغ هنا غنستعملوا لامبارفي pousser. alors les herbes poussées ou alors les mauvaises herbes poussées partout
il, le verbe s'avancer dans une allée. راه زاد قدام في واحد الطريق، خدا واحد لالي، خدا واحد الطريق. هاد الحدث مهم او غير مهم؟ مهم. غنستعمل لو باسي سامبل، غنقول لك il s'avança. Il s'avança. وهنا ما نساوش ديروا لا سي دي باش ما نطقوش il s'avança. Il s'avança. Alors, il s'avança dans une allée qui le verbe rester encore visible. يعني واحد الطريق اللي مازال كتبان، لان ما تنساوش ان لي موفيز زار بوسي بارتو، يعني راه كلشي الطريق مابقاش كتبان بهذوك الاعشاب الغير نافعه. الوغ هاد الطريق، هاد الطريق اللي الحمد لله باقا كتبان ما ناضش فيها هاد العشب الغير النافع، واش هاد الامر هذا غيغير ليا شي حاجه في القصه؟ واش غيحبس ليا مثلا لو بيرسوناج ديالنا انه ما يزيدش لقدام ما يمشيش في الطريق؟ لا، شد الطريق. يعني هذا الامر سواء ذكرناه ولا ما ذكرناش لن يغير مجرى القصه. لهذا حنا في الوصف غادي نوضع هنا لامبارفي. انا نقدر نقول لكم il s'avança dans une allée point. ما غادي نقول لكم انا كاع كاين ريستي انكور كي ريستي انكور فيزيبل ولا ما ماشي مهم. داكور. اي لو فيرب فينير بار ديكوفرير لو مانوار. الوغ الحدث الاخير حدث حتى هو مهم لانه اكتشف ليا واحد المكان لو مانوار تو تو فون دو جاردان. الوغ هنا غنستعمل ماذا؟ غنستعمل لو باسي سامبل وغادي ندير ليك اي فيني. تلاحظ معي ان لا فورم ديال فيني نفس لا فورم دو بريزون، ولكن هذا راه سي لو باسي سامبل. باسي سامبل سو ني با لو بريزون. دير تجربه، غنحيدو كاع هادشي اللي كي تاع لامبارفي، حنا غنحدو وغنشوفو واش القصة عندها معنى ولا ما عندهاش، واش غادي نقدم هاد القصة ولا لا. الوغ غوغاردي لوغسكي بينيترا دون لو بارك لا سوربريز لو كلوا سور بلاس. إيل سافونسا دون زون الي إي فيني باغ ديكوفغيغ لو مانوار. غادي تقدر تسولني تقول لي علاش لا سوربريز لو كلوا؟ نقولك خليها سوسبانس للتشويق، ماشي شي حاجة مهمة. داكوغ؟ أولا نخليها لك للتشويق، ولكن إلا حيدنا هادشي وخلينا لك غير تو تي تي ديزير ابوندوني لي زيرب بوسي بارتو، هنا هنا غتقولي ايوا ومن بعد. السؤال اللي غطرح لي ايوا ومن بعد اشنو كاين؟ اش وقع؟ اش طرا؟ هذاك اشنو وقع؟ اشنو طرا؟ هذاك هو اللي كنستعملو فيه حنا لو باسي سامبل. اما الوصف هذه كانت بحال هكذا وهذا كان هنا وكان عايش هنا والى اخره، هادو احداث ثانويه كنستعملو فيهم لامبارفي. هذا هو الفرق اللي كاين ما بين لامبارفي ولو باسي سامبل. فاش كنكونو كنكتبو دي تكست ناراتيف دي ريسي، واللي هي الا طبقت الا فهمتوها وطبقتوها فهمتوها غادي تطبقوها بدون ادنى مشكل. ما يبقاش عندك مشكل تاع واش غادي نستعمل لامبارفي اولا غنستعمل لو باسي سامبل. صحيح ان الان ولينا كنبدلو، يعني كنستعملو بدل لو باسي سامبل كنستعملو لو باسي كومبوزي اللي حتى هو ولا عندو لي ميم فالور، عندو نفس الاستعمالات ديال لو باسي سامبل، ولكن ما حدنا مازلنا في المدرسه، فنحن مازلنا نستعمل. والطلبه ولي زيتوديون الناس كاملين كيقراو لا ليتيراتور فهم عارفين مزيان انهم كيستعملوا بشده وبكثره لو باسي سامبل اون طونك كان طون دو ريسي. فوالا دونك يفو لو كومبروندر بور بوفوار لومبلويي كوريكتومون. Ma vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, on va vous parler de la différence entre le futur simple et le futur proche. Parce que vous avez vu que beaucoup de gens se trompent entre ces deux périodes, ces deux temps qui sont différents et qui ne sont pas utilisés pour dire la même chose. Voilà, merci et à la prochaine, Inch'Allah.